ماشي. ده المكون اللي هيلف في شغلته. الاطراف بتاعه الملفات سواء الارمتشر او الفيلد ويندنج كلها طالعه في الجزء ده كده، ده اللي اسمه التيرمينال بوكس او الروزيتا يعني بتاعه الماشين. وديت السلوك طالعه من التيرمينال بوكس متوصله هنا. عندنا كام ملف في الجنريتور؟ ثلاث ملفات. اول ملف ده اسمه الارمتشر ويندنج، والملف الثاني ده الشنت فيلد، الملف الثالث ده السيريس فيلد. احنا قلنا اول تجربه هنشتغل ايه؟ شنت. هنرسم الاكسترنال كاركترستكس بتاعه الشنت. طيب فهوصل اطراف الارمتشر مع الفيلد شنت، فهوصل الطرف ده بده بالسلك الاخضر، وهوصل الطرف ده بده بالسلك الاصفر. طب بعد ما وصلت الارمتشر والفيلد شنت مع بعض، ناقص اعمل ايه؟ ادور الجنريتور هيشتغل. كنا عايزين ناخد قرايه ايه؟ الفولت مع التيار. اول قرايه هناخدها هي ايه؟ هي الفولتج عند التيار بسيرفر. فانا اروح جاي كده زي ما هو، مش هحط لود على الجنريتور ولا حاجه، اروح جاي موصل الفولتميتر دوت على اطراف الارمتشر والفيلد، فيقيس الفولتج بكام. تمام كده؟ فديت اول قرايه اللي هي الفولتج بتاع النو لود. اروح بقى اشغل السبلاي ونشوف الفولتج هيطلع بكام. حد هيكتب؟ هو كان في قلم من باب الدور ده يبقى فاهم. الريزيستنس هي دي. تمام كده؟ السويتشات ديت بتغير قيمة الريزيستنس. حد فاهم كده انا عملت ايه؟ انا المفروض هزود ايه؟ فين الرسمه اللي كنت راسمها؟ المفروض كنت اوصل هنا لود، صح كده؟ واميتر. طيب فانا هخرج من طرف الفيلد للاميتر، ومن الطرف الثاني بتاع الاميتر للريزيستنس بتاعت اللود، ومن اللود هرجع للفيلد تاني، صح كده؟ امسك. انا خرجت من طرف الفيلد للاميتر، ومن الطرف الثاني للاميتر اللي هو السلك الاحمر رحت للود، رحت رايح للريزيستنس، والطرف الثاني بتاع الريزيستنس ده الابيض رحت موصله ايه؟ للفيلد. تمام كده؟ فانا وصلت كده لود، وصلت اميتر عشان اقيس تيار اللود. طيب
ناقص ايه بقى اوصله؟ هقيس فولتج اللوب بكام؟ هقيسه بالفولتميتر ده، فراح موصل طرفين الفولتميتر اللي هم الاحمر والاخضر دول وصلوا بايه؟ على الريزيستنس ده. كده؟ طيب وصل الطرف اللي هو الاخضر ده وصله هنا وانا اوصل ده هنا. احنا ممكن نعكس مش الاحمر ونحط بس المكان على طول. ايه؟ نقول يعني نحط نفس على طول يعني. رقم نوصل لسه وصل لسه مش شنو كانت معموله كده فممكن يكون كانت مشكله صح. روح بقى شغل تاني وناخد البنيات بس سريعا بقى. اقول لك الديب كذا الاي بي كذا كده عند التيار 5.5 امبير الفولتج كام؟ 130 بس 140 يارد عند التيار 11 امبير الفولتج كان 134 عند التيار 15 امبير الفولتج كان 127 عند التيار 20 امبير او لا 19.5 بالظبط كان الفولتج 121 امبير 121 فولت 122 فولت 122 فولت كده وصلت عرفنا قوه الريزيستنس قعدنا نقيس التيار والفولتج عمال ايه؟ عمال يقل مع التيار. طيب